واتساب لامي يا فاميليا، مرحبا بكم في نيوز اللي كانت خصها تخرج الجمعه وخرجت نهار السبت حيت كان عندنا واحد ستريم ولي زانترفيو بزاف والنهار مشارجي وما كناش ممكن انا نديرو نيوز. سوري جايز، انا نعطيكم الدراري 5 ثواني في الكومنتس الا بغيتي تقولي لي شي حاجه حيت تعطلت، ماشي مشكل، كنتقبل اي حاجه. لافو ديالي انا وانا الصراحه جيمين نيوز. شحال هادي ما هضرنا على الحرب ولا على المنافسه اللي كاينه ما بين لي بلاتفورم، يعني فيسبوك جيمين، يوتيوب جيمين، وتويتش وميكسر الله يرحمه. قبل ما نقول لكم شنو دار فيسبوك جيمين، غادي ندوي لكم على الحمله اللي كانت في تويتش. تويتش واحد الشهر دابا ولا شهرين كانوا داروا واحد الحمله كبيره على الكليب ولا لي فود اللي فيهم موسيقى كوبي رايت، وتسترايكاو بزاف ديال لي شين بشا شحال من الفود بشا شحال من كليب اللي كان واعر بسبب هذيك الموسيقى كوبي رايت. فيسبوك جيمين من هذه الناحيه ربحت واحد النقطه كبيره وسينات مع تقريبا اكبر لي لابيل اللي كاينين تاع الموسيقى في العالم. دونك من الالف فصاعي إذن لي ستريمر تاع فيسبوك غيولي عندهم حق يتلقوا تقريبا اي موسيقى بشرطين. الشرط الاول هو ان ديك الموسيقى تكون قل من الصوت ديالو، يعني يكون الصوت ديالو غالب على الموسيقى. ثاني حاجه ضروري ما يكون مورا الموسيقى واحد لافي ديال الجيم، فهمتي؟ ساوند ايفيكت ضروري خصو يكون داكشي، سينو غادي يبداو يخرجوا لهم هذوك لي ستريمر اللي ما كيلعبش اصلا وكيبدا غير يطلق موسيقى باش يجيب فيورز اني ثينغ. واحد الحاجه اخرى على فيسبوك جيمين سكو ان ممكن دابا انك تيليشارجيها من لاب ستور، يلا تزادت مؤخرا ولكن في لاب ستور محرومه من اهم حاجه، من اهم حوايج اللي كانت كتخليها انها تختلف على البلاتفورم الاخرين. هاد الحاجه هما واحد الميني جيمز اللي كان بنادم لي فيور وداكشي يقدروا يلعبوها تبدا تسوي الساعات. ندوزو دابا لفقره موبايل جيمز. ليج اوف ليجندز وايلد دريفت شحال مره هضرنا عليها ولكن غادي نعاود نفكركم في الكونسيبت، ماشي مشكل، ما هاني والله هاني. لو انت بغيت تاخذ ليج اوف ليجند كمبيوتر تعمل لها تعديلات عادل وتظبطها على الموبايل فانت بتحصل على وايلد دريفت بكل بساطه، يعني شلونك؟ نتمنى تكونوا فهمتوا داك التعريف. دونك هي لادابتاسيون تاع ليغ اوف ليجند العاديه في الموبايل. اول لانسمون ديالها كان في جوان، تلونسات الفيرسيون الفا. فيرسيون الفا اللي كتكون قبل من الكلوز بيتا، اللي كتكون قبل من الاوبن بيتا، اللي كتكون قبل من الفيرسيون الاخرى اللي كتطلع حنا كاع. البيتا اللي يلا تلونسات مؤخرا تلونسات في الجنوب الشرقي ديال اسيا، يعني تايلاند، ماليزيا، سنغافوره. هاد البلدان كيتميزوا بليفوليسيون كبيره بالتقدم الكبير ديال الموبايل جيم ديالهم. كيفاش تلونساو تما؟ وايلد دريفت غادي يكون فيها اكثر من 40 تشام. بيان سور ديزاين بدل شويه ومادابتي على الموبيل، وكاين واحد السيستيم اللي زوين هو انك تقدر تانلوكي تشام فور فري، يعني خصك غير تبقى تلعب وغادي تانلوكي كاع لي تشام اللي كاينين تما. وايلد دريفت غادي تلونسا باكثر من 40 تشام في الاول. بيان سور ديزاين غادي يكون بدل شويه على لور شي حاجه طبيعيه، وغادي يكون حتى واحد السيستيم اللي جديد هو انك تقدر تاخذ لي تشام فور فري. فور فري، فري فور، فري فاير، ناوي في كل مكان. ندوزو دابا لواحد الفقره اللي نتوما فكرتوني فيها الصراحه، كنت شحال هادي وانا كنت باغي نديرها ومشات ليا من بالي. غنقول لكم الجيمز اللي غادي يخرجوا نيكست ويك، وهاد لي جيم اللي غنقول ماشي فري، مازال مورا غتجي وحده ديال الفري جيمز. 23 سبتمبر غادي تخرج انريد اللي هو واحد الروغ لايك اللي تقدر تلعبو سولو ولا ملتي بلاير. غادي تقدر توصل واحد القطار من النقطة A حتى النقطة B وكتصيب سكة انت في نفس الوقت، يعني نفس الوقت هو غادي وانت كتصيب ليه سكة، وخصك بيان سور تجنب واحد لي زوبستاكل وواحد الحواجز باش تقدر توصل في الوقت. سمعتي؟ نوصلوا في الوقت راه الناس كيتسناو، ليش بحال هادوك ديالنا حنا. الي نيكست جيم تنس وور. الا كنتي من العشاق تاع التنس وعاجز ما فيك اللي يخرج فتقدر تلعبها في الدار. 24 سبتمبر هو تاريخ اصدار تنس وورد 2، غادي يكون فيها بزاف ديال الحوايج اللي تزادوا بحال مثلا التحكيم بالفيديو، حاجه زوينه. في نفس النهار غادي يخرج الجو جوين اند. ما ننصحش الناس يلا خداو الدبلوم ديالهم ولا عاد تخرجوا ولا كيقلبوا على ستاج يلعبوا فيه، حيت غادي تلعب الدور ديال الستاجير اللي كيحكر عليه الباترون ديالو. مالوروزمون سيناريو بالنسبه ليا مالوف، بروميير اني دوزتها شويه صعيبه في واحد لو ستاج، دونك بحال غادي غير نعاود داك الشيء سو فورم دو جو. ما غاديش تكون كدير لي طاش بيغوتيك بزاف، كثر ما انك غادي تكون كدار مع واحد لي مونس باش تاخذ من عندهم فلوس، وهذوك فلوس ما غاديش تاخذهم ليك، غادي تديهم للباترون. الي ميزا بيي دوز النيوز لاخرى. 25 سبتمبر غادي يخرج الريميك ديال مافيا
او ديفينيتيف اديشن ديالها. في الحلقه الاولى تاع الجيم غادي تكون في الثلاثينات وغادي تلعب الدور ديال واحد لو جون اللي باغي يدير بلاصتو في العالم ديال العصابات. بيان سور الدراري غادي يقدروا يكون عندكم خدامين اللي غيخدموا عندكم، تعاملوا معاهم مزيان، سينو غادي يكون بحال الجيم اللي قبل، غادي تكون غير السلطه الاداريه وداكشي، تعملوا شويه ستيل. 29 سبتمبر غادي يخرج الجو في ار تاع ذا ووكين ديد، وغادي تلعبوا فيه الدور الرئيسي بحال لا سيري، يعني الادوار الرئيسيه اللي كاينين في لا سيري غادي تلعبوهم باش تحارب مع الزومبيز as you know. كيف ما شفتوا الدراري في الفقره اللي قبل، كاع دوك لي جو غير لي سورتي تاع السيمانه الجايه وكاملين بالفلوس. اجي دابا ندوزو للفقره ديال الفابور ريكلام. صراحه الدراري كان قوتي بزاف، والجيران ماكس لايك ماكس بارتاج الدراري على ود الشعر ماشي على ود الكعب. غادي ندويو على جوج لي جيم لي فابور بلا بي اس بلس بلا ابونمون بلا والو، واتش دوك تشو وروكيت ليك. صراحه ايبيك جيم هاد العام تهلات فينا بزاف، كندوي على واتش دوك ماشي روكيت ليك. كيف ما كتعرفوا روكيت ليغ هو واحد الجو اللي كان عنده اقبال كبير حتى فاش كان بيون، حتى فاش كنتو كتخلصوا عليه الفلوس باش تلعب فيه، ودابا غادي يولي فري تو بلاي ابتداء من 23 سبتمبر. نذكركم بالكونسيبت كيف ما كتشوفوا، ساهل وفان بزاف، كتلعب ماتش ديال الكره بالطوموبيلات ذات سيت. والصراحه ما كرهناش شي ابديت يكون فيه شي طاكسي بيض ديال المغرب مرسيدس 240 ضرب الكره تخرج لك من ليكرون. كيف قلت لكم الدراري ايبيك جيمز دلعتنا بزاف هاد العام الدراري، الفري جيمز كانوا اغوغو جي تي ا بزاف لي جو. وبالنسبه لهاد الشهر غادي يكون واش دوك تو فوتبول ماناجر وسيكيت تو ذا مان، وغادي يكونوا ديسپونيبل حتى 24 سبتمبر. واحد الحاجه مهمه بغيت نقولها لكم في هادشي ديال ايبيك جيمز، بزاف ديال الدراري كيقولوا لينا قولوا لنا لي كونفيك باش تقدر تخدم الجو. انا غنقول لك، ولكن ما تنساوش الدراري بلي اي جو كديرو فري راه تقدر تاجوتي البيبليوتيك ديالك للمكتبه ديالك اللي كاينه في ايبيك جيمز كونت ديالك وتيليشارجيه وقت ما بغيتي، يعني ماشي بالضروره تلعب فيه ديك الساعه، خذ الجو وتسنى. انا نقول لكم واتش دوك 2 شنو خصك ليه، فوتبول ماناجر والاخر راه خصك شي حاجه بقايا عادي. واتش دوك اللي غنقول لكم شنو خصكم باش تلعبوا بالمينيموم، ماشي يكون داك الشيء زوين عادي تلعب بيه عادي. باش تخدموا هادشي اللي كيبان لكم دابا في واتش دوك 2 غادي تخصك واحد اي 5 دوزيام جينيراسيون المينيموم، غادي تخصك 6 جيجا في الرام حتى هي المينيموم، 2.5 جيجا هرتز، شي جي تي اكس 660 2 جيجا، ولا شي اي ام دي اتش دي 7870، غادي تكون كافي باش تخدم لك هادشي. هادشي اللي كان بالنسبه للنيوز تاع اليوم. داز هاد النيوز خفيفه الدراري، علاش؟ حيت ني غادي تكون واحد لانونس على النيوز، غادي نبدا نشرح لكم. مع دابا النيوز غدا دارت ثلاثه المرات غادي تبدا ترتشت، زعما ثلاثه المرات غيكونوا في شكل، غادي نتفوكسيو على كاع ديالكم نيوز كلشي، غندخلوا عند كلشي جيمر ولا ماشي جيمر غيعجبك الجيمين. ما تنساوش الدراري تلايكي كيف العاده، تلايكي تشيري مع كاع صحابك. قربنا ل 38000، راه قربنا ل 38000 ولكن الهدف هو 100000. ما تنساوش الدراري الكار شاعل 100000، غتوقع شي حاجه 100000، انا كنأكد لكم بلي غتوقع شي حاجه. الا ما كانش بداو غير ديسلايكي ولا بوس بلو الحزام الازرق، لا لا ماشي الحزام، الاصبع الازرق، الاصبع لا شنو هو البوس، الابهام الازرق الحمات وجبوا لي اصبع الابهام الازرق الدراري الجار، ورا كيف كيقولوا الجار على جارو. ايوا كده يا وديع بيبي والله يا بيبي. ندوزو دابا لفقرة موبايل جيمز. شنو شفت بحال هكا كنت نشوف ساعة، لو انت بغيت تاخذ لي كاين الله يسوي تدير التفليت صدق لا لا تعديلات ياك تعديلات وزبطها على الموبايل مزيانه. ماليزيا الحمار، ماليزيا الحمار قال لك الهند سودست دري ماشي دي سودست لا سودست ان شاء الله جاء لها جنوب الويست كان في المغرب كيقول لك مكه تغرب ويقول لك بحال ما تبقاش تشرق وتغرب يعني تشوف ما تقدرش نشوفك في عينيك اش كي صابر لي هاد الجو. كنبغي ندير زعما الاستفاده والاستراحه سمح لي بس الشيء تبناها.